بس حالتهم بسيط. رقم 41 مصاب مع دول مصابين وثلاث جثث. 41 مصاب في احمد ماهر وثلاث جثث. مدنيين كلهم ولا عسكريين؟ لا مدني وعسكري. مدني وعسكري. الجثث اثنين مجهوله وواحده معلومه. الست مشيت ولا ولا لسه ممكن الست اللي عندنا دي مشيت خالص دي في داهيه اتعمل لها الجرح. طب حاله طوارئ الكوف وانت مستشفى تبقى ازاي بقى؟ يعني لما جيت استدعيت يعني انت قاعد بالصدفه دي اسمها خطه طوارئ دكتور محمود دي بس طوارئ ساعات بيجهز دايما في كل حادث خطه ليه لوحده يعني يوم بيوم يعني دي خطه يومين. هو عنده خطط احنا بيبقى عندنا خطه قبل الحدث بفتره يعني احنا من اكتوبر اللي فات مجهزين هنعمل ايه لغايه 25 يناير يعني 3 شهور كاملين يعني من اكتوبر اللي فات لغايه 25 يناير عارفين هنعمل ايه. الخطه دي فيها مهام كل واحد دور كل واحد تقريبا اهم ملامحها ايه يعني اول حاجه توفر الادويه والمستلزمات انها تغطي الحد الادنى 3 شهور وممكن نصل ل 6 شهور. رصيد كبير من بنك الدم الحد الادنى 6 شهور 3 شهور لحد 3 شهور الى 6 شهور يعني في ادويه ومستلزمات محاليل كل الادويه والمستلزمات اللي تتخيلها متوفره ان انا اقدر ما احتاجش حاجه لمده 3 شهور. احنا عندنا فرقين لو انا حبيت استدعي فرق كبيره جاهزه انها تشتغل في المستشفى او خارج المستشفى يعني لو احمد ماهر قال لي انا عايز فريق اقدر ابعت له فريق في ربع ساعه. قلنا الادويه قلنا المستلزمات قلنا القوى البشريه حتى الاقسام المعاونه صيدله المعمل الاشعه الاسنان الرمد كل الاقسام المعاونه دي في الخطه بتضاعف بعدها شويه. استعداداتنا من الدم برضو بتكون عاليه جدا في الفتره دي ان احنا بنوفر رصيد قبل الحدث يعني والوزاره طلبتنا قالوا لو محتاجين دم من مركز الاقليم قلنا لهم لا احنا عندنا احتياجات مليانه على خير الحمد لله.